أهلا وسهلا جميلاتي الغاليات، أتمنى أن تكونوا بتمام الصحة إن شاء الله. مرحبا بكم معي في فيديو جديد على القناة. هذا الفيديو يشتمل مجموعة من موديلات فساتين رائعة جدا الخاصة بفصل الصيف. شاركت معكم بزاف ديال الأفكار الأنيقة بالنسبة لهذه الفساتين هذه وطرق تنسيقها هو الألوان اللي دارجة على الموضة. فإذا كنتم مهتمين البنات تابعوا الفيديو حتى الأخير وما تبخلوش عليا بالضغط على زر الإعجاب ومشاركة الفيديو مع أصدقاء ديالكم والأحباب باش هكا تعمل فائدة. وإلا كنتوا أول مرة تتشاهدوا القناة ما تنساوش أنكم تنضموا إلى الأسرة ديالنا بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد باش هكا القناة ديالنا تكبر وان شاء الله نقدروا نعطيكم دائما الجديد. كيف ما قلت لكم اليوم اخترت لكم هذه المجموعة هذه من الفساتين الرائعة للمحجبات اللي تيهتموا وتيحبوا يلبسوها الملابس الطويلة، ملابس طويلة ولكن أنيقة في نفس الوقت، يعني يمكن لكم تلبسوهم في اي يعني في المدرسه وفي الجامعه وفي العمل حتى هو وفي الحياه اليوميه ديالكم. دائما نحاول انني نعطيكم لي موديلات اللي يمكن لكم تنسقوهم في الحياه اليوميه ديالكم. كيف ما تشوف معايا هذه الفساتين التركيه هذه جايه هكا يعني رائعه بالوان مزخرفه و يعني اش نقول لكم انيقه جدا تجي في اللبسه رائعه بحال هذا الفستان هذا ايضا. كيف ما تشوفوا يا البنات يعني كيف ما قلت لكم دائما الالوان هما هذا الموسم هذا الوان عديده اللي هي دارجه على الموضه يمكن لكم تنسقوها في جميع التنسيقات ديالكم. فحاولوا انكم تاخذوا افكار هكا على هذه الالوان هذه اللي هي دارجه على الموضه وتحاولوا تطبقوها على الملابس ديالكم او الستايلات ديالكم. اول شيء تنشكر اي بنت يعني اي متتبعه جديده تنقول لك الف مرحبا والف مرحبا للانضمام ديالك للقناه ديالنا والبيت ديالك، يعني قناه سيها مانيل، قناتكم جميعا ماشي قناتي انا، يعني قناه كل متتبعه. فتنتمنى اني دائما كل بيت لكم الطلب وجبت لكم الجديد وجبت لكم يعني الموديل اللي انتي مهتمه به. فتنتمنى انكم تلقاو الموديلات اللي نتوما مهتمين بها في القناه لاني تنحاول انني ننوع لكم في الموديلات، تنزل لكمش موديل واحد فقط، يعني تنحاول ان ننوع باش كل وحده اولا كل متتبعه جميله تلقى الموديل ديالها في القناه. ولهذا اليوم يعني اولا فيديو اليوم حبيت انني نشارك معكم هذه الفساتين هذه الرائعه اللي تتشوفوا امامكم، يعني بلا ما نهضر لكم عليها راه هي تتوصف راسها لانها انيقه جدا ويعني عاطيه واحد ستايل متكامل. فحاولوا انكم يعني تاخذوا افكار على تنسيق الفساتين وحتى الالوان كيف ما نقول لكم دائما، يعني هذا علاش حبيت نشارك معكم هذا الفيديو هذا باش تاخذوا هكا افكار على تنسيق الفساتين اللي هما دارجين على الموضه هذا الموسم. البنات الفساتين هما اللي دارجين على الموضه في هذا الفصل هذا فصل الصيف البنات، يعني كيف ما تنقول لكم كاين موديلات اللي هي رائعه جدا، يمكن لكم تاخذوا فكره على اي موديل نتوما حبيتوه ويمكن لكم تطبقوه في الفستان ديالكم اللي يمكن لكم تفصلوه او تخيطوه في عند الخياط او لا يمكن لكم تلقاوه في المحلات، لان هاد الفساتين هذا البنات اللي انا شاركت معكم يعني كاينين في مختلف الدول في المحلات، غير حاولوا انكم تبحثوا عليهم. البنات دائما تنقول لكم تنحاول انني ننزل في الفيديوهات ديالي بحال هاد ستيل هذا ديال بناتي يعني شيك وسبور، دائما تنحاول انني ننوع لكم في الفيديو باش هكا حتى البنات المراهقات يلقاو ستيل ديالهم، يعني هذا ستيل هذا البنات يمكن البنت مراهقه
تلبسو هكا كيف ما تشوفوا تيجي في اللبسه رائع وشيك وانيق البنات، صراحه عجبني بزاف. وحتى هذا الستيل هذا يمكن البنات المراهقات يلبسوه، يعني فستان فيه زخرفه وفيك جميع الالوان في الشكل ديالو، صراحه انيق جدا بالنسبه لهذا الستيل هذا البنات. يمكن لكم يعني حتى البنات في المدرسه، يعني بنات 13 14 سنه فما فوق، يمكن لهم يلبسوا بحال هذا الموديل هذا لانه رائع جدا كيف ما تشوفوا. هذا الموديل هذا فيه الابيض والاسود، وحتى يعني الشكل ديالو رائع جدا، وفي حزام في الوسط، والحذاء كعب عالي، يمكن البنت يعني قصيره يمكن ليها تلبسه. كيف ما تنقول لكم دائما البنات القصيرات اي فستان لبستو او التنوره يمكن لكم تزيدوا من الجماليه ديالو، ويجي يعني يظهر انيق معكم الا كنتو زدتو عليه حذاء ذات كعب عالي. شوفوا معايا هذا الستيل هذا البنات، كي بحال الستيل الاول غير اللون اللي مغاير، يعني الوان اللي هي رائعه ومتجانسه، الاخضر مع الموف مفاتح، يعني عطى واحد الجماليه كيف ما تنقول البنات المراهقات. يمكن لكم تلبسوا هذا الستيل هذا، تنصحكم به. وايضا هذا ستيل البنات هذا رائع جدا، عجبني بزاف. الا وصلتوا حتى لهنا قولوا لي واش عجبكم هذا ستيل هذا بناتي، وشيك ويعني موديل راقي، الالوان اللي هي متناسقه وصراحه حلوه عجبتني بزاف. الا كان عجبكم البنات يمكن لكم تخلوا لي في التعليق وقولوا لي واش عجبكم هذاك ستيل لا، لاني انا حبيته بزاف، وحتى الالوان فيه يعني رائعة، والشكل ديالو اللي هو انيق جدا وغادي يزيد من الجمالية ديالك. كيف ما تنقول دائما يعني تنحاول انني حتى يعني حتى البنات المراهقات تنحاول انني نعطيهم واحد التشكيله في الفيديوهات ديالي دائما، يعني دائما تنفكر في البنات المراهقات والغير مراهقات، باش هكا الا تفرجوا في الفيديو ديالي يعني لقاو الستيل ديالهم ولا الموديل اللي هما تيلبسوه. شوف معايا هذا الفستان البنات رائع جدا، يمكن بنت 12 سنه فما فوق يمكن ليها تلبسه، يعني فيه جماليه، وحتى الستيل ديالو رائع. وهذا الفستان البنات صراحه شي حاجه يعني كلاس، حاولت انني نشارك معكم هذا النهار هذا هاد الفيديو شي حاجه اللي هي انيقه وفساتين اللي رائعه. حتى هكا وصلنا لنهايه الفيديو البنات، الى اللقاء.